واخيرا بعد طول الانتظار منحه ثقافيه وتعليميه للولايات المتحده الامريكيه. الحمد لله، انا يا رب بشكر فضلك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا حبيبي. قبل ما نعرف ونخش في تفاصيل اكتر عن الريكويرمنتس بتاعت المنحه وازاي نقدم وايه الشروط وكل الكلام ده، يا ريت نصفي النيه من جوه ونعمل شير للفيديو عشان اكبر عدد من الناس يستفاد علشان ربنا يكرمنا. يا اهلا يا اهلا بالشباب الامور. والمنحه هي انك بتقيم مع اسره امريكيه، بتروح مدرسه امريكيه، وبتتعايش في الثقافه الامريكيه بشكل عام. المنحه دي بتكون متقدمه لبلاد كتيره جدا، وهي متقدمه من الحكومه الامريكيه. واللي بيدير البروسيس بتاعه السلكشن وكل الاختبارات والتقديم على المنحه هي منظمه اسمها AFS، وهي منظمه غير قابله للربح وبتعمل على العديد من البرامج ومنها البرامج الثقافيه. ناس كتير هتيجي تقول لي المنح ديت كلها فكسانه وحوارات ومفيش حاجه اسمها منحه ومحدش بيتقبل وهنيجي نقدم ومفيش حد هيكلمنا. لا 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 يا ستي، لا لا، انا قلبي مش مطمن للموضوع ده. انا شخصيا سافرت على البرنامج ده في عام 2011 2012، وهو من 9 سنين فاتت، وجيت اقمت سنه في امريكا مع اسره امريكيه ودخلت مدرسه امريكيه. ونركز بقى مع بعضينا على ايه هي الشروط اللي لازم تبقى موجوده فينا علشان ينفع حتى نقدم على المنحه. واول حاجه هو ان انت تبقى طالب مصري او مصريه تقدر تقيد حياتك بنفسك وتتحمل المسؤوليه وتبقى شخص قيادي تقدر تمثل مصر بشكل كويس جدا في امريكا. وتاني شرط هو ان انت لا انت ولا والدك ولا والدتك يكون قدم على هجره لامريكا قبل كده. تالت شرط ان ما تكونش اقل من 15 سنه ولا اكتر من 17 سنه وست شهور في اغسطس 2022 السنه الجايه. رابع شرط هو ان انت تبقى مقيد في ثالثه اعدادي اولى ثانوي او ثانيه ثانوي في عام 2022. بالنسبه للمدارس هو ان انت ينفع تقدم وانت في اي مدرسه سواء تجريبيه لغات اي نظام تعليمي. خامس شرط هو ان انت ما تكونش جايب اقل من 80% في السنتين اللي فاتوا. تعالوا نحلل الموضوع ده. تخيل ان احنا دلوقتي في ثالثه اعدادي بنقدم على المنحه، فانا لازم اكون مش جايب اقل من 80% في ثانيه اعدادي واولى اعدادي. اخر ميعاد الابلكيشن هو يوم 29 سبتمبر 21. اقعد وظبط دماغك كده واعمل كوبايه الكوفي وشوف الابلكيشن بيقول ايه علشان تملاه بطريقه صحيحه جدا. 4 جنيه بعد الامتحان تجيب لك ازازه كبير. يلا يا ابني ربنا يوفقك. لو عندك اي سؤال سيب لي في كومنتس تحت ايا كان على اليوتيوب او على الفيسبوك او على انستجرام ايا كان انت بتشوف الفيديو فين، وهخش وارد عليك في اقرب وقت ممكن.